وصفة النهاردة هنعمل حاجة حلوة وسريعة، تيراميسو المانجا طعمها تحفة. تحضيرها مش هياخد مننا 10 دقايق وساعتين في التلاجة، وهتاكلوا أحلى حاجة حلوة وساقعة. إيه ده، هنا عندي بسكوت الليدي فينجر الإيطالي اللي عملنا بيه تيراميسو القهوة قبل كده، وممكن برضو عادي جدا تستبدلوه ببسكوت الشاي السادة. هو متوفر عادي في السوبر ماركت، بتلاقوه بكل سهولة وطعمه حلو قوي، ودايما بيكون حلو في الوصفات اللي زي كده. هنزل كده بالبسكوت في عصير مانجا مركز زي ما عملنا في تيراميسو القهوة بالظبط، بس التيراميسو المانجا دي احلى حاجة فيها ان هي تنفع للاطفال او اي حد مش بيحب القهوة، وسريعة ومش بتحتاج فرن خالص. بنزل كده بالبسكوت وبطلعه على طول برضو علشان ما يتكسرش. هخلص كله بالطريقة دي لحد لما اخلص الصينية بالشكل ده. وده كريم شانتيه عملناه قبل كده كتير مع بعض، سهل جدا. كوباية كريم شانتيه مع كوباية لبن متلجة وبالمضرب الكهربائي لحد ما بتبقى بالقوام ده كده. هنزل بقى بالكريمة دي على البسكوت، اوزعها كويس. ممكن بقى الخطوة اللي بعد كده تعملوا طبقتين من البسكوت، يعني بسكوت وكريمة وبسكوت وكريمة، الطبقات والتحكم فيها براحتكم. دي مكعبات مانجا هحطها على الوش كله من فوق كده بالشكل ده. وده باقي العصير المانجا المركز اللي شربت فيه البسكوت، بحطه برضو على الوش. ممكن تحطوا جيلي مانجا برضو، بس وبدخلها التلاجة ساعتين وبتطلع جميلة جدا وسريعة. جربوها هتعجبكوا قوي، بألف هنا.